الشاطئ لك يا عبد شطي يا شاد شقل لي يا شاد شقل لك يا شقل الطابة هلا شقل لك يا هي ولا ليش مالكم بالمدرسة؟ ارخي ايدك يا شو؟ ليش مالكم بالمدرسة؟ خلونا عشان نشتغل عشان ما وليش مالكم عم تشتغلوا ها؟ ما حدا عم يشغلنا ما حدا عم يشغلكم كم واحد انتوا ولا؟ ستة بكره بتجوا كلياتكم لعندي ماشي؟ ماشي؟ صار جاهز لاستقبال الجاجات بيسع صار منيح انت جيبي قد ما بدك وهن بيدبروا حالهم سمرن بسبرنا شو هاد؟ شوفت عينك انجاج بدكم تربوا بالدار جاج؟ بدنا نترزع عمي ايوه بس كان لازم تشاوروني بالاول ليش بعدي؟ عم نقرب على المياه الاقليمية شيتاك لا بس بكرة إذا جبتوا ديك بده يصير يصيح من الصبح بنفيقنا هلا 20 بياع مازوت بيبرقوا من تحت شباكك شي تطويطة و20 بياع غاز بدقوا على الحديد و20 بياع مية فيجة وخلافة وكلهم على الطرطيرات ما زعجك غير ديكنا بعدين نحنا ما نح نجيب ديك وليش ما رح نجيب؟ الديك ما بيبيض شو بدنا فيه؟ ما بيصير نكون اللهم نفسي وبس الجاجة مو مخلوق بدها ديك الجاجة كنا يعني بدون عواطف ما بيمشي الحال الجاجات بحاجة لديك بعدين أحسن إذا في ديك لك مو أحسن لازم يكون في ديك بتصير كل جاجة تفرجي إنها بياضة شكل أكثر من الثانية بياضة عبو طمزي بياضة إذا ما في ديك ما بتفرق معهم عين الطقني ايه ما في ديك شو بدي اسوي بوران ما بتحطوا لنا كم جاجي معكم بتصير معنا شري ليش لا الشغله صايره يعني شو علاوي ايش علاوي موافقين مو موافقين ابو طمزه لا كان موافقين موافقين ما شفت نعمل مشروع بيض ودجاج اي ماني شايفه لا بيض حبيبتي بكره انت بتجيبي جاجه وغاده بتجيب جاجه وابو طمزه ها اذا قدر يجيب جاجه شو عليه وما بتشوفوا الا البيض مسنا وثلاث وزرافات وزرافات مو صار طريق لا بالحكي منال انا رايح بدي شيء قبل ما امشي رايح عند اماني لا 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 لا